مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة الشمس. ما تنسوش الاشتراك ولايك باش ديما يوصلكم الجديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعواشركم مبروكة، وكنتمنىكم إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في مطبخ أمينة الشمس. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم غريبة ديال السميدة والكوك. بسم الله، غادي نتعرفوا على الطريقة والمقادير. عندي ربعة ديال السميدة رقيقة، وربعة ديال الكوك النوع المزيان اللي الميدم. عندي ثلاثة ديال البيضات، البيضات إلا كانوا كبار، إلا كانوا صغار راه توصل لكم ربعة ديال البيضات. جوج معالق ديال العسل، كاس ديال السنيدة، قشرة ديال البرتقال محكوكة، وجوج معالق كبار ديال عصير الليمون الحامض، وخمارة، وكاس ديال الزيت. كنخدم البيض مزيان مع السنيدة. غادي نكب كاس ديال الزيت زائد القشور ديال البرتقال، جوج معالق ديال عصير الحامض، جوج معالق ديال العسل. وغادي ندير الكوك ونزيد الخمارة ديال الحلوة، وغادي نخدم الكوك مزيان، غادي ندير الكوك بيديا مزيان، عاد نزيد عليه السميدة. غادي نزيد شوية بشوية السميدة، ما نديرش كلشي بدقة، لأن كاين بعد السميدة كتكون كتشرب مع الكوك. عينينا مزيانة، أنا خويت هاد السميدة كلها. كندلكها بيدي مزيان، دابا غادي نكورها ونديرها في سكر كلاصي. الفرن راه كيسخن، انا دايره 180 درجه، كنشعل العافيه من الفوق حتى كتشقق لي، عاد كنولي نشعل العافيه من تحت. دابا غادي نكورها ونديرها في سكر كلاصي، ندخلها للفران. الفران عندي راه سخون على 180 درجة، كنشعل الجهة الفوقانية حتى كتشقق لي الغريبة ديالي، عاد كنولي نشعل العافية لتحت. دابا هي نتوما كتشوفوها، هي طابت، وهذا هو الشكل ديالها كي كتجي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء لطفه اخرى ان شاء الله باذن الله.